سوريا حرة أبية. تحيا سوريا حرة أبية. بيان إعلامي استثنائي طارئ صادر عن الحراك السوري القومي الاجتماعي إلى السوريين القوميين الاجتماعيين، إلى السوريين في الوطن وعبر الحدود. يا أبناء شعبنا العظيم، بعد ازدياد طغيان وإجرام نظام المافيات الحاكمة في الكيان الشامي، وتضامناً مع مطالب الشعب المحقة تجاه دولة مواطنة وديمقراطية بحق يحقق فيها العدل والمساواة بين كافة المواطنين، نعلن الآتي: أولاً، إشهار تواجدنا كفصيل أساسي من فصائل الثورة للوصول لدولة قائمة على الحق والحرية لجميع السوريين. ثانياً، بطلان إدارة الحزب السوري القومي الاجتماعي اللاشرعية إسوة برفضنا للنظام القمعي القائم في دمشق. ثالثاً، نهيب بالسوريين القوميين الاجتماعيين لرفع علم الزوبعة الحمراء في الثورة السورية المقدسة، ثورة الكرامة والعدالة والحريات. رابعاً، ندعو السوريين كافة لاستنهاض الوعي الثقافي الشعبي درءاً لكل سلوك قد يحرف الثورة عن مسارها. خامساً، نستمد قوتنا من تاريخ هذا الشعب العظيم الداعم لكل حركة تحررية في الوطن السوري الكبير. سادساً، إن دعوتنا هذه نداء للأراضي السورية التي هي أم لكل من يعيش عليها، ليقوم بواجبه لتوجيه دفة الثورة باتجاه الصحيح. وهذا من صحيح أعمالنا كسوريين قوميين اجتماعيين. وإلى الثورة على الطغيان والخيانة، وإلى ساح الصراع والجهاد أيها الشعب النبيل، ولتحيا سوريا حرة أبية، والخلود لشهدائنا. يا أبطال الحياة، لمن الحياة؟ لنا. ولمن تحيا؟ لسوريا. تحيا سوريا. تحيا. تحيا سوريا. تحيا. تحيا سوريا. تحيا. تحيا. تحيا.